حيوصلنا لتاني فقراتنا لليوم يا عفاف، كمان بتهم الأطفال وأيضا الأهالي. بتهم الأهالي أكثر شيء ليلى. اليوم كثير من الأهالي ممكن يكون عندهم أطفال عندهم اضطراب أو مرض. هذا السؤال اللي كثير من الأهل والأشخاص احتاروا فيه، واليوم رح نجاوب عليه. أطفال التوحد، هنن مرضى ولا عندهم اضطراب؟ كيف ممكن نتعامل مع هدول الأطفال المميزين واللي ممكن يكون كتير عندهم قدرات مميزة ويكونوا مبدعين بنواحي ما بحياتهم؟ كيف هي طريقة التعامل معهم وشو هي أعراض هذا المرض أو الاضطراب؟ كيف ممكن أعرف أنا أنه ابني عنده هي المشكلة؟ كل هاي التفاصيل رح تجاوبنا عليها اختصاصية العلاج النفسي والحركي هالة البدين. يسعد صباحك ورمضان كريم. رمضان كريم، يسعد صباحكم يا رب. أهلا صباحك. أهلا وسهلا فيكي. فيك. مثل ما هو معروف أنه التوحد هو حالة خاصة بتأثر على العائلة بطريقة أو بأخرى، خلينا بداية نحكي عن شو هو المقصود بطيف التوحد. تمام. هلأ طيف التوحد هو اضطراب ومانو مرض. أنا كنت بدي أعمل بنسأل أنه اضطراب ولا مرض. هو اضطراب مانو مرض. المرض دائما بيكون له سبب محدد، بنعالجه دوائيا لفترة زمنية بعدين بينتهي. تمام. يعني بتم الشفاء منه. أما التوحد لحد اليوم ما له أسباب محددة، وبكون علاجه إلى حد ما مدى الحياة ومانو دوائي. يعني نحن ما بنستخدم الدواء لعلاج اضطراب طيف التوحد. هلأ شو هو طيف التوحد؟ شو بيفرق عن مثلاً عن اضطراب التوحد؟ هلأ كان قبل في عندي عدة مسميات للتوحد، يعني مثلاً له أنواع، مثلاً بتقولي توحد خفيف، توحد شديد، توحد نمطي إلى آخره. فنحن شملنا كل هاي المسميات أو كل هاي الأنواع اللي هي إلى أعراض متشابهة لكن مختلفة بالشدة تحت اسم طيف التوحد. يعني هو اضطراب لكن شدته بتجاوز مثلاً ما بين الخفيف متوسط شديد. طيب دكتورة، اليوم الأشخاص يلي عندهم مرضى أو هدول الأشخاص يلي عندهم اضطرابات، اضطراب التوحد، كيف ممكن أنا أعرف إنه ابني عنده اضطراب التوحد؟ شو هي الأعراض يلي بتظهر عليه ولازم أنا هون كتير انتبه منها وفوراً بيستدعي الأمر إنه أنا أسأل أخصائي علاج نفسي؟ تمام. هلا الام المفروض من لما بيكون الطفل بمرحله الطفوله المبكره تلاحظ انه انا عندي مؤشرات او دلالات انه هذا الطفل مختلف عن الباقي، مختلف عن اخواته، مختلف عن الاطفال الاخرين، بتبين معي مثلا بمجموعه اعراض من بينها ضعف التواصل الاجتماعي. دائما اضطراب طيف التوحد الخلل الاساسي فيه هو التفاعل والتواصل الاجتماعي. انا هون بهي النقطه انا عندي قصور. يعني بتلاقي مثلا الطفل التوحد ما بيتواصل بصريا حتى مع امه، التواصل البصري بالنسبة له مزعج فهو ما بيتواصل. مثلا بتناديه ما بيسمع، يعني بتجاهلك، بتفكري انه هو عنده مشكلة بالسمع. تاخديه لعند دكتور سمعية بتلاقي انه هو ما عنده مشكلة بالسمع بس هو بتجاهلك. مثلا ما بيلعب مثله مثل الأطفال الآخرين، حتى ما بيعطي أهمية للألعاب اللي ممكن تكون قدامه، وما بيعرف لا يلعب معهم ولا حتى يعمل علاقات مع غيره. بيلعب لكن بطريقته الخاصة، مثلا بياخذ لعبه معينه بتعلق فيها ما عاد بيلعب غير فيها، او مثلا بياخذ اشياء بالنسبه لنا غير اعتياديه، مثلا خيط، مفتاح، مثلا من السياره كلها بياخذ الدولاب وببلش مثلا يلعب فيه وقت طويل. كثير بينزعج من تغيير المكان او الروتين، يعني انا اي تفصيل ممكن اغيرها بالبيت هو كثير بيتضايق. فهي عرض اساسي نحن بنشوفه عند طفل. باي عمر ممكن تظهر؟ هل هي بالطفولة المبكرة، يعني ممكن نبلش نلاحظها بالسنة، سنة ونص، سنتين، وممكن أحيانا نشوف بالأشهر الأولى الطفل طبيعي. تمام. يعني التطور النمائي عنده طبيعي، بعد سنة سنة ونص صار في تراجع لهاي المهارات والقدرات، حتى ممكن يبلش يفقد اللغة لأنه مثل ما حكيت مو عنده صار مشاكل بالتواصل، فهذا التواصل هو لفظي وغير لفظي. يعني حتى اللغة المنطوقة عنده ممكن تلاقيها أنه بلشت تتراجع، صار طفل غير ناطق مثلا. تمام. اليوم إذا بدنا نحكي عن التوحد أو طيف التوحد أو اضطرابات التوحد بشكل عام، أكيد في أسباب أو في عوامل خلينا نقول مسببة لهذا الشيء، خلينا نذكر أبرز العوامل أو الأسباب. هلا اضطراب طيف التوحد لحد اليوم هو اضطراب معقد
وشائك ولساتهم عم يفترضوا ما في سبب أسباب أساسي. بس ما فيني اقول لك لا انا ولا غيري انه شو هو السبب لانه ما عندي سبب. هلا في افتراضات موجوده. اول شيء طفل التوحد هو عنده خلل بالنواقل العصبيه الدماغيه، يعني انا عندي سبب عصبي او جيني. هلا بتتضافر مع اسباب ثانيه ممكن تكون بيئيه ممكن تكون وراثيه بتساعد لظهور هذا الاضطراب. طب الأسباب البيئية خلينا نذكر بعض هاي الأسباب. هلأ مثلاً على سبيل المثال نمط حياتنا السائد اليوم، يعني اليوم الأطفال مثلاً بدل ما عم يطلعوا لبرا على الجنينة أو قدام البيت بالحارة عم يلعبوا مع أولاد من جيلهم، أنا ابني اليوم عايش بشقة صغيرة بسبب ظروف الحياة اليوم، معظم الوقت ماسك وسيلة ترفيه نحن شايفينها موبايل أو تاب أو شاشات تلفزيون هو كل الوقت عليها. هلأ هاي التفصيلة مثلاً هي سبب من أسباب التوحد عندي، إنه مثلاً الشاشات الطفل ما عم يتواصل ما عم يستخدم اللغة، فهي أنا بتأثر عندي. بالإضافة للظروف للتربية بالبيت هو عايش ببيئة تعليمية بيئة محفزة مثلاً. هلأ الوراثي كمان ممكن تلعب دور إنه ممكن أحد مثلاً الوالدين عنده توحد وقد يكون أحد الأبناء عنده توحد. اليوم ممكن كمان نشوف الذكور أو الصبيان الصغار أكثر من الإناث مصابين بهذا الاضطراب، شو السبب؟ وصح المعلومة إنه ممكن الذكور يكونوا هن الأكثر إصابة بهذا الاضطراب ولا في اختلاط بس نحن ما بنشوف؟ لا هو مزبوط. هلا هو منتشر الاضطراب عند الذكور والإناث لكن النسبة الأعلى عند الذكور. يعني هي تقريبيا النسبة من 4 لـ1، يعني كل 4 ذكور توحد بنت واحدة بتكون مصابة بالتوحد. طيب ليش؟ ما فيني اقول لك، يعني ما في اسباب، بس انه هيك لما عملوا دراسات بالعالم شافوا انه نسبه انتشار هذا الاضطراب عند الذكور اكثر من الاناث. لهيك احيانا حتى بنرمز التوحد باللون الازرق، يعني اللون الازرق هو اللون العالمي للتوحد. هلا الازرق طبعا انه لون ذكوري فينا نعتبره، بالاضافه انه في دلالات تانية مثلا الازرق هو من علامات الذكاء من علامات العمق وهي من اعراض على فكره بعض اطفال التوحد. طيب اليوم الاهل وقت بدهم ينتبهوا انه في عندهم هذا الطفل بالبيت مصاب بالتوحد او ظهرت عنده هاي الاعراض اللي ذكرتيها حضرتك، شو هي الخطوات اللي لازم يتبعوها؟ كيف ممكن هن يتعاملوا معه؟ كيف ممكن يعرضوه على الاختصاصي المناسب له لحتى بمراحل الاولى يمكن ينتبهوا يتداركوا انه ما تتفاقم هاي الحاله؟ تمام. هلا انا عندي هون اهم خطوه اللي هو التدخل المبكر، يعني ما نستنى كثير للولد يكبر واتاكد انه انا عندي مشكله، لا انا بلشت الاعراض تظهر عندي، بلشت الام تشك انه انا ابني عنده مشكله لازم اعرف شو هي. انا من هون بنطلق. هلا اول شيء اكيد الام بدها تفكر فيه انه تروح على طبيب اطفال، يعني هاي اول خطوه بتبلش بمشوار طريق لعلاج طفل التوحد، بس مبدئيا بدها تروح على دكتور اطفال. بعدين غالبا رح يوجهها لدكتور عصبيه، مشان انا انفي هون انه انا ما عنده الطفل متلازمه عصبيه، انا بدي اتاكد انه هو عنده اضطراب طفل توحد. فدكتور عصبيه اليوم نحن بالمجتمع السوري صار عندنا فريق متكامل هو بيشخص اضطراب طفل التوحد، يعني حتى مو بس طبيب العصبيه قادر انه هو يشخص، صار فريق بيشمل دكتور عصبيه، دكتور نفسيه، دكتور سمعيه لينفيلي انه انا ما عندي مشاكل سمع، اخصائي تربيه خاصه، اخصائي علاج نفسي حركي، اخصائي علاج وظيفي، بالمجمل بيحددوا لي انه انا هون عندي اضطراب طفل توحد. بس يتم التشخيص انه هذا الطفل عنده هذا الاضطراب بنبلش مثل ما قلنا طريق العلاج. صار عندنا اليوم مراكز مؤهله وعندها كوادر مؤهله ومدربه لتقدم خدمات لهدول الاطفال لنبلش التاهيل والعلاج المناسب بحسب الحاله. طبعا هون دور الاهل يمكن اهم شيء لحتى هنن يبادروا بهي الخطوه وياخذوا طفلهم على مركز متخصص للعلاج لهذا الطفل. اليوم قد ايه نسبة وعي الأهل عم تشوف فيها عم تتزايد أكثر بخصوص هذا الموضوع والوعي أكثر بالتعامل معه؟ هلأ أنا بشوف المجتمع السوري اليوم إلى حد ما صار واعي. لقلك ليش؟ هلأ إذا بدي قارن اليوم المجتمع السوري اليوم بال 2024 مقارنة بقبل 10 سنين مثلا، قديه بتلاقي الناس صارت تعرف شو هو اضطراب طفل التوحد. طبعا هذا الحكي متعلق بمجموعة عوامل. أنا اليوم صار عندي مثلا برامج إذاعية بتحكي عن الإعاقات بشكل عام والاضطراب طفل التوحد بشكل خاص، صار عندي برامج تلفزيونية، صار عندي استضافات لأشخاص عم بيقدموا الوعي وعم بيضووا على هاي النقطة. اليوم بالدراما السورية صار في مسلسلات عم تلقي الضوء كمان على اضطراب طفل التوحد، على مثلا وسائل التواصل الاجتماعي اليوم قديش الفيسبوك قديش في عندي قنوات عم تحكي عن هذا الاضطراب. فاليوم الأهل
او الام بشكل خاص صار عندها كثير مصادر متنوعه لتحصل على هاي المعلومه. على الاقل بشكل عام انه شو هو اضطراب طيف التوحد، شو هي اعراضه لحتى تعرف يعني ايه. تمام، فبالتالي انا صار عندي زياده وعي بالمجتمع. طبعا هي نسبيه، يعني انا ما بقول انه اليوم وصل، يعني الشيء اللي وصلنا له اليوم كثير منيح، حملات التوعيه ما زالت قائمه لكن هي مستمره، فانا ما بوقف بقول يلا ستوب، فهي حملات التوعيه مستمره. طب اذا بدنا نحكي عن العلاج، هل في علاج نهائي لهذا المرض؟ الموضوع هون نسبي، يعني بما انه انا عم بحكي عن طيف واسع، فانا عندي اطفال عندهم فينا نقول حسب العمر كمان، حسب العمر انا ايمت بلشت علاج، لانه كما كان اصغر الطفل فهو عنده استعداد ليتعالج ويتطور احسن، وقد ايه نسبه التوحد عنده هي شديده ولا هي خفيفه. تمام، يعني انا لما بشتغل مع طفل عنده توحد خفيف انا قادره بعد فتره ادمجه بالمدرسه ويندمج مع الاطفال الطبيعيين ويعيش الى حد ما حياه طبيعيه. عندي اطفال عندهم توحد شديد، هون انا بكون مثلا اهدافي مختلفه، انا هون اهدافي على الاقل يقوموا بمهارات الحياه اليوميه ويكونوا مستقلين الى حد ما، فانا اعراض التوحد متشابهه لكن في اختلاف بالشده، وكل حاله مختلفه عن الثانيه، وكل حاله من هدول الحالات الى برنامج علاجي لحال وبالتالي نتائج مختلفه. قد ايه ممكن اليوم دكتوره نشوف اعراض عند بعض الاشخاص او الاطفال مشابهه لاعراض اضطراب التوحد؟ ممكن في كثير اطفال بتلاقي شرودهم كثير، ما بيسمع، ما بيردوا خلص على اهلهم، كمان عندهم ممكن يكون ضعف بالشخصيه او خجل زايد، ما يحطوا عينهم بعين الشخص المقابل، يعني في اعراض مشابهه هون لاضطراب التوحد. كيف ممكن يعني الحاله الاكثر انه نحن نفرق بينه وبين اضطراب التوحد، كيف هو يعني العارض الاساسي اللي بيفرق بيناتهم؟ هلا هو لطالما اللي عم بيقوم بالتشخيص هو دكتور عصبيه رقم واحد، ثاني شيء فريق متكامل، فانا ليش عندي فريق كامل لتكون انا بالاخير المعلومه اللي انا وصلت لها دقيقه، يعني انا عندي اضطراب طيف توحد ما عندي مثلا متلازمه عصبيه ثانيه. تمام، فلانه عندنا اليوم متلازمات عصبيه كثير وعندنا اضطرابات ثانيه، ما انا مو بس عندي اضطراب طيف توحد، فهذا الفريق بناء على اراء الكل بيحدده، واليوم انا عندي معيار تشخيصي قائم بحد ذاته لتشخيص اضطراب طيف التوحد، فهذا المعيار انا عندي يعني هو دقيق وبقدر بيحدد لي بالضبط انه انا هذا الطفل عنده توحد او لا. تمام، يعني انا عندي اليوم المعيار التشخيصي الخامس. تمام، هو قادر انه انا يحدد لي بدقه انه اضطراب طيف توحد او لا. صحيح، لانه مثل ما حكيتي كمان في اضطرابات ثانيه مشابهه. تمام، يعني مثلا اضطراب فرط النشاط الحركي، هلا في اعراض مشتركه متشابهه زائد انه ممكن يكونوا مترافقين سوا. هلا يعني منيح هذا السؤال لنوع على هاي الفكره، انه احيانا انا بكون عندي مثلا التوحد مترافق مع اضطراب طيف توحد مع اضطراب فرط نشاط حركي، يعني الاثنين سوا. تمام، وهون الطفل بياخذ دواء، الدواء بيكون لفرط النشاط مو مشان التوحد، لانه انا مثل ما حكيت التوحد ما بيتعالج دوائيا. او مثلا ممكن يكون الطفل اللي عنده مثلا تاخر ذهني، يعني مثلا معدل الذكاء عنده ادنى من المتوسط، فانا هون ممكن اخلط بينه وما بين مثلا طفل عنده تاخر ذهني او تخلف عقلي، فهي لا هو توحد لكن مترافق مع مثلا تدني بمستوى الذكاء. اكيد بالختام بدنا نتشكر حضورك ونتشكرك على المعلومات اللي قدمتي لنا اياها، اكيد ونتمنى السلامه للجميع الاختصاصي بالعلاج النفسي والحركي هاله البدين. شكرا لك. شكرا لكم وشكرا لاهتمامكم وشكرا للاخباريه السوريه. اكيد بدنا نتمنى السلامه للجميع وشكرا لك نورتي. يسعد صباحك. شكرا فيكي.